بسم الله الرحمن الرحيم. من كل قلبي أتمنى لهذا المشروع العظيم والعملاق House of One أن يبارك الله سبحانه وتعالى فيه وأن يوفق القائمين عليه. هذا الفضاء أتمنى أن يكون لقاء لأصحاب الديانات الثلاثة الإبراهيمية وأن يكون دافعا من أجل الحوار الديني. برلين هذه المدينة العالمية المنفتحة تحتاج مشروعا كهذا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.